قال له كل حاجه وعامل مشكله. الواد كان بيصرخ من الوجع، مش قادر يحرك صوابع رجله، وامه المسكينه مش عارفه تعمل له اي حاجه، وكل ده بسبب الاستاذ الدكتور اللي كان عايز يخلع بدري. انت صح يا عم علي، بس برضه مش من حقك تتدخل في شغل غيرك. لا من حقي اتدخل لما الاقي اهمال بيعرض طفل زي ده للاصابه تتكرر تاني وتالت وتاثر على نموه لما يكبر. من حقي اتدخل لما الاقي مجموعه دكاتره وممرضين ما عندهمش اي رحمه، بيعاملوا الناس كانهم صراصير لمجرد انهم فقراء. من حقي اتدخل لما اشوف معايير المهنه وهي بتتغير. احنا بنعالج الناس يا دكتور مش بنموتهم. خلصت هتاف؟ ايوه خلصت هتاف. طب اشرب البيره. مش عايز بيره. سلام. متردد؟ تفضل متردد. ايوه متردد متردد، مش عايز اكمل في الطب. ان شاء الله عنك ما كملت. انت كل شويه مش عايز مش عايز مش عايز، امال درست طب ليه لما انت مش عايز؟ صدفه والله العظيم صدفه. اي حد يتعب في العيله اروح عند اهله الدكتور واكون انا المسؤول عن تعبه وعن مواعيد الادويه. وبعد كده لزقت فيا، الدكتور علي راح، الدكتور علي جه، وبالصدفه برضو جبت مجموع عالي. وعندنا في الصعيد اللي بيجيب مجموع عالي لازم يدرس طب، كلها صدفه بصدفه يا دكتور، فهمت؟ طب اشرب البيره. اشرب. عمرو بيه مساء الفل. اهلا، ازيك يا اكرم بيه؟ الحمد لله سعادتك. ازاي صحه الباشا النهارده؟ تمام، ومزاجه كمان تمام. الله ينور يا اكرم. بنتعلم سعادتك، بنتعلم. واضح، لانك تقلت العيار على الراجل قوي المره دي. الباشا كان عايزك تضايقه بس مش تجيب له هارت اتاك يرمي في المستشفى من ساعتها. نصيبه بقى سعادتك. وزير فاسد في وزاره مهمه زي دي هيكون مصيره ايه غير يا السجن يا العيا؟ أدينا رحمناه من سجن الحكومة ووصلناه بقى لسجن سبع نجوم. فاسد إيه يا أكرم؟ أنت صدقت نفسك ولا إيه؟ وكلنا عارفين إن الراجل كان شايف شغله كويس لولا إنه غبي مش أكتر. ما هو ده بقى مصير الأغبياء سعادتك. طيب نشوفك قريب بقى يا أكرم إن شاء الله. ونبي عمرو بيه قول للباشا أكرم البدري في خدمتك دايما. مع ألف سلامة. مع السلامة. وفضل أي حد يجي يمسح على راسي. حسنة سهل، أصل أنا يتيم، أبويا وأمي ماتوا من زمان، عشت زي الغريب في بيوت قرايبي، شهر في بيت ده وأسبوع في بيت ده. كانوا وزعوني على بعض بركة وثواب. خد اليتيم الشهر ده عندك يمكن ربنا يكرمك. الأكل بحساب والنوم بحساب حتى الكلام بحساب. وكانوا كلهم أكبر مني، كان يبقى نفسي أتكلم أقول أي حاجة، أسمع صوت لأي حد. كانت بتعدي علي أيام بحس إن صوتي متسلسل من كتر السكوت. لغاية عرفت طريق الورقة والقلم وبقيت أكتب وأحكي وأقول لهم عن كل الصمت اللي جواه. لما تعيش عمرك كله تستني يوم تروح بيتك واليوم ده ما يجيش، هتعود نفسك إنه مالكش بيت.
تمام. تعالى يا حبيب قلبي اقعد. ايه ده؟ جبتي دي منين؟ I did it on the Photoshop. You did it with Photoshop؟ واو حبيب قلبي بابي عبقري وانا معرفش ولا ايه؟ برافو يا مارو. لا طب ليه مامي مش معانا؟ انا ما شفتش مامي قبل كده بتولع كاندلز لنانا. احنا التلاتة بس. وانت بتولع لها كاندلز؟ ما بترضاش بس ببقى عارف ان نانا مش زعلانة مني. قولي يا مارو بتحسي بايه لما بتبص لنانا كده وتبص لملامحها الجميلة دي؟ بحس انها بتيجي تقعد معايا وتكلمني بس انا مشوفهاش. بس لو مامي سابتني ولا كاندل واحدة هشوفها. عشان كده ما حطيتهاش في الصورة معانا؟ بحس انها مش عايزة تكون معانا. خد يا حبيبي شاطر اعمل واحدة تانية يلا. النهاردة ثانوية ماما وانت عمرك في حياتك ما ولعت لها شمعة. يا ترى ناوية تيجي معانا النهاردة ولا زي كل سنة؟ ما انت عارف يا اكرم اني مشغولة وعندي مواعيد النهاردة في الروتر. الله مالك يا بت بحلاقي فيا كده ليه؟ بملي نظري منك. وده من امتى ان شاء الله؟ اصلك بتفكرني بابويا. مش انت برضه زي ابويا وربيتني؟ اه طبعا زي ابوك الله يرحمه. الف رحمه ونور تنزل عليه. اتنين ابو كريم. ايه؟ لوخ العقل في حد راضي يا حسن؟ حد
حد راضي؟ اسمع، هو في حد يطول؟ بقول لك ايه؟ انا كل ده ساكت ومش عايز اتكلم معاك لحد ما تهدي وتبقى كويس. انا دي انت مش عارفه ايه؟ انا لما برفض اقعد مع حد عشان شايف ان هو مش من قيمته. طب انا عايز اقول لك على حاجه، ده انا بحسده من دلوقتي، بقول مين ابن المحظوظ الله يصحى كل يوم يلاقي القمر ده قاعد جنبه في البيت؟ حاسس انه لسه ما اتخلقش. مفيش حد يسال طيبتك وحنيتك فيها يا بنتي. وعايز اقول لك على حاجه بقى، انت ما حدش هيجوزك غير عريس. انت لازم تعمل له كشف، تعمل له اختبار، لازم اعرف ان الراجل زي الفل. ربنا يخليك ليا يا حسن، يفرح قلبك انت كمان. انا اللي يفرح قلبي ان انت تبقى مبسوطه ومطمنه ومش خايفه من ولا حاجه طول ما انا جنبك. اكيد يا حسن. خلاص؟ اكيد. حاجة بقى، حاجة عشان نازل عندي مشاوير. لا 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 الله. محمد رسول الله. خلي بالك على نفسك. ماشي. ليه كده؟ مش هينفع يا بنتي. أنا آسفة والنبي يا أستاذ وهبة، والله أنا حاولت أكتر من مرة بس أعمل إيه؟ أنا أول يوم سألتك قلتي لي إنك متمكنة، وصبرت عليكي يوم واثنين وثلاثة، والنهاردة رابع يوم، أنا مضطر لفصلك من الشغل. يا أسفة والنبي يا أستاذ وهبة، في إيه؟ الرواية دي بقى لها أسبوع هنا، ومفروض تتسلم بكرة، وهي ما خلصتش حتى ثلاث أرباع بتاعتها، إيه القرف ده؟ معلش معلش ولا يهمك، أنا هتصرف، تعالي معايا. يا بنتي بالراحة، واحدة واحدة. هو اصلا عايز يمشيني من الشغل من ساعه ما جيت هنا، بقالي اسبوع يديني 500 ورقه اعمل بيهم ايه؟ معلش بس برضه انت غلطانه، انت من ساعه ما جيتي وانا شايفاكي عماله تكتبي بسرعه، وكل ما تكتبي بسرعه تغلطي تاني وترجعي تعيدي تاني. واحده واحده بالراحه، تعالي نرجع. بيقول لك مره اتنين ماشيين مع بعض، بعض سابهم ومشي. مرة واحد صعيدي تلاقي له مصباح علاء الدين، قال له شبيك لبيك، عندك وملك ايديك؟ اطلب. قال له انا عايز كوبري من هنا لامريكا. قال له ايه ده؟ شوف لي طلب اسهل من كده شويه. قال له خلاص، خلي لي كل صعيده اللي بلدنا يفهموا. قال له انت عايز الكوبري رايح جاي ولا رايح بس؟ بيقول لك مره واحد صعيدي فين مات. مرة قنبلة وقعت على الهواء عملت بوم. يا مؤاخذة شو اتأخرت عليك. ولا يهمك يا سي حسن. معلش يا شو، أنا مش هينفع أجي معاك، عندي شغل ولازم أسافر. أيوة بس أنا كنت عايز معايا. معلش خالص معانا، بس بقول لك إيه، خد الفلوس دي خليها معايا. لا لا انا معايا معايا والله. اسمع بس الكلام، خليه معاك احتياطي، الجهاز تحتاج لحاجه. معلش بس انا مش عايزه فلوس يا سي حسن، انا عايزاك انت معايا، يعني محتاجه وجودك جنبي قوي. والله شو غصب عني، ما انت عارفه انا فيها. وبعدين ما تقولش حاجه، انا فاهمه كل حاجه، بس انا خايفه، خايفه قوي، مش عارفه ايه اللي هيحصل. هيحصل كل خير ان شاء الله، ما تخافيش. وبعدين انا سالت على الدكتور قالوا لي كويس قوي، هو عملها كتير فما تقلقيش. توكل انت على الله، شوف شغلك وانا هبقى اكلمك اطمنك. ماشي يا اختي، وخلي بالك من نفسك. تعالي يا سي حسن. ربنا معاك ان شاء الله، تعالي بس اركبك حاجه، تعالي شوف. خلي بالك ها؟ طمني لما توصلي. بونجور. بونجور اكرم بيه. اهلا بيك يا عبير، ازيك؟ انا كويسه، شرف زياره حضرتك لينا المره دي، اتاخر قوي. ما يتهيأليش ان انا اتاخرت قوي للدرجه دي. اللي تشوفه حضرتك. اتفضل يا باشا. ده مين ده اللي مدام شويه وهتبص ايده ورجليه؟ دي فتاة اكرم البدر اللي بيطلع في التلفزيون. حنان ستر. السلام عليكم يا اخ. ما شفتش عزوز والنبي؟ يا حسن ما تهزرش يا اخي. يا عم بهرج معاك، غير هدومك يلا، عايز اخرجك شويه. لا يا ابو عمرو مش كتر، اخرج انت. اخرج انا؟ يلا تعالى ننزل نشوف البحر، حبستك للنهار دي مش تنفعك. يا عم انا مبسوط بالحبسه، انا مبسوط بالحبسه، اخرج انت. انا غلطان بقى اني عديت عليك عزوز. حسن خد اقول لك.
بقول لك ايه؟ ما تعرفش مين البت اللي كانت واقفه النهارده بتتفرج عليا في الكلوس وانا بلعب؟ كلوس وبت؟ بت مين عسوس؟ بت زي القمر يا حسن، دي عليها جوز عيون ولا ضحكتها يا ابوي؟ ضحكتها حلوه قوي. حلوه قوي؟ لا ما شفتهاش، المره الجايه بقول لها. يوه، هو انت الواحد ما ياخدش منك اي كلمه يا اخي؟ اوعى. طب شيل الكتكوت ياض اللي على دماغك. خد الكتكوت. خد يوه. واضح ان انتوا جبتوا حاجات جديده. احنا كلنا في خدمه سعادتك. ذكرى مع الباشا حنان. تعالي معايا. آدم، دنيا جديدة بتفتح لك يا نورس، بتقول لك عدي، تعبت كتير بقى وأنا الأوان ترتاح. لازم تتنقل نقلة تانية يا أخي، نقلة تلاقي فيها كل اللي حلمت بيه وأبوك قبل منك، الباشمهندس حسن الرشيد. أبو علي أنت هنا؟ أيوة مرتضى. مش شاي يا حبيبي؟ تسلم إيدك يا عم رضا. إزيك عامل إيه؟ عايز أسألك سؤال، إيه رأيك في المعلقين بتوع اليومين دول ولا ميم الشربيني؟ ميم الشربيني طبعا، هو في زي ميم الشربيني؟ طب اقول لك على حاجه، انا من كام يوم كنت بتفرج على ماتش قديم بتاع الاهلي والكروم، قال لك ايه؟ قال لك مجدي عبد الغني ماشي بالكوره، مجدي عبد الغني ماشي بالكوره، دخل على الجول، مجدي عبد الغني 26 سنه بيدور على عروسه، ده بيخطب على الهوا يابا. دنيا تقلي غيرها يا اخي، حتى في المعلقين. يا عم ما تضايقش نفسك، اهو مجدي عبد الغني بطل كوره واتجوز وخلف وجاب جون في كاس العالم بيزلنا بيه لحد النهارده. لحد النهارده. لحد النهارده. تعالوا على الجول. يلا بينا. ساعتك
البيه يا سعاده البيه. خير؟ حضرتك نسيت دول. خد يا ابني. ايوه باشا مرنا كبير. كل سنه وانت طيب. ايوه 200 جنيه حته واحده ربنا يخليك لينا يا كبير. بس بتاعك زي العسل باذن الله. شكرا يا باشا مع السلامه يا ريس. مع الف سلامه. قالها ناظرا لي وهو يعاني من عذابات تشع من عينيه. حزين هو المجتمع. الذي يبدأ نصف كلامه بكلمة تخيل. فلم يعرف الحب يوما ولم يعرف العشق يوما. فإن أردت حلمك اعشق. ألو؟ أيوه. إيه يا دوك؟ إيه الأخبار؟ تمام. عايز حاجة؟ أنت مش نازل؟ أنزل فين دلوقتي؟ الساعة 4 العصر. في حد يتصل بحد الساعة 4 العصر؟ يا دوك الساعة 4 العصر وأنا بكلمك الساعة 4 الفجر. أنا من الناس اللي ما بتروحش في حتة الساعة 4 العصر. عايز تنام يا أخي. ده أنت الغريب جدا. إيه ده؟ الو ازيك يا علي عامل ايه؟ الحمد لله يا فاتن. انا كنت نازله اجيب شويه حاجات وكنت هعدي على واحده صاحبتي في المنشيه. فقلت انت بتقعد هناك على طول يعني. قلت يعني لو ينفع اشوفك قبل ما اروح. شوفيني؟ هو في حد بيشوف حد الساعه 4 العصر؟ ايه؟ مساء الخير دكتور فاتن. ازيك يا سلوى عامله ايه؟ ايوه يعني مش فاهمه ايه مشكله الساعه 4 العصر دي. بهزر معاكي بهزر معاكي. اه طيب ماشي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا ابو علي. اقعد يا حبيبي اقعد. ايه حكايتك بقى يا سيدي؟ رايح جاي رايح جاي. قلقان يا دكتور قلقان يا دكتور. في ايه يا ابني؟ ده رئيس القسم نفسه لما بيجي لي المحراب العظيم بتاعي ده ما بيقوليش انا قلقان يا دكتور. وبعدين انا مش فاهم قلقان من ايه؟ ما انا تكت الكنترول قدامك اهي. معلش يا دكتور بس لما مؤاخذه انا مش هطمن غير لما اشوفها بعيني. بعدين السنه الجديده دخلت وانا لسه قاعد محلك سر. الصيف كله على ماده. لولا الماده دي كان زماني دلوقتي متخرج. يا ابو علي يا ابو علي دور سبتمبر دايما بياخد وقت. وبعدين احمد ربنا انها ماده واحده. كان زمانك عايد السنه كلها. لا الحمد لله على كده. قول لي بقى انك عامل قلق مصطنع ورايح جاي كده عشان تتهرب من الشغل. يا سلام ده سيادتك تؤمر واحنا ننفذه على طول. طب يا عم الخدوم دي مفاتيح اليخت بتوع واحد صاحبي. هو في مشكله بسيطه كده بس انا عارف ان ابو علي قدها ودود. خير؟ الخطفه بقى اللي هخطفها لك انه في ابو قير. يا سلام لو في بلطيم نروح العوم. ازيك يا حسن؟ ازيك يا باشمهندس؟ يا باشمهندس محمود احنا اتفقنا ان في مواعيد محدده هي اللي تجيلي فيها مكتبي. يعني دلوقتي حضرتك تروح على سكشنك وتشوف شغلك. بس انا محتاج اراجع التطبيق اللي انا اقترحته واللي انا رفضته. حضرتك انا ما عرفتش اسباب للرفض وده شغل شهور. ده مش شغل اصلا يا باشمهندس. ازاي يعني يا دكتور؟ انا وصلت المنطقه ما حدش وصل لها قبل كده. كل اللي اشتغلوا على نقطه الباور ما فيش حد منهم وصل لنقطه اعلى من اللي قابله. حتى حضرتك مع احترامي ليك اشتغلت بنفس الوسيلة وما وصلتش لنتيجة. لو حساباتي كانت مظبوطة. لو حساباتك كانت مظبوطة هو ده المصطلح. لو
يعني حضرتك اشتغلت على نفس الموضوع بس من زاوية تانية، يعني في النهاية هتوصل لنفس الحيطة السد اللي كلنا وصلنا له بما فيهم أنا، مع احترامك لسيادتي. عشان حضرتك ما سمحتليش بالتجربة. خلاص انتهينا، اتفضل دلوقتي روح شوف شغلك. اتفضل يا باشمهندس. عشان يبقى دكتور ناجح لازم يتعلم الأول إزاي يكون معيد شاطر. طبعا انت ناجح. ناجح؟ لا انا مش قلقان، ربنا يستر. بتفكر في ايه؟ ما بفكرش في حاجه. يعني مش بتفكر في واحده؟ هو عيب انك تفكر في واحده؟ يعني انا لو سرحت شويه وانت بتتكلمي اكون سرحت في واحده؟ هو انا حسيت كده ودايما احساسي يبقى صح. احساسك المره دي صح. هو انت ليه دايما لما بتكلم معاك في حاجه زي دي بحس انك بتقلب الموضوع تهريج وتستقلب كلامي؟ لا مش انت عايزه تحللي شخصيتي؟ لا اكيد مش قصدي كده يعني، بس هي حاجه جت في بالي وقلت اقولها لك. يعني مش اي حاجه تكون في بالك لازم تتقال. يمكن يكون عندك حق، بس انا اتعودت لما بكون قريبه من حد بتكلم بطبيعتي عادي بقى من غير ما احط اي فلاتر على افكاري. وعموما انا اسفه يعني لو ما تتسفيش. خلاص بالنسبه لموضوع الفلاتر ده لازم ناجله عشان هنتاخر. اتفضلي هنتاخر. يلا تاكسي. استني يا بنت مالك اسحى كده ليه؟ يا ساتر. بس بس انت يا بنت، انت يا بنت اللي ما اعرفش اسمك. استني استني يا بنت، عايز اقول لك كلمتين. اني عبد المعطي شلش، ومن ساعه ما شفتك وانت على الترع بتشطفي المواعين وانا عايزك تشطفيني، قصدي يعني تليفيني، يوه قصدي يعني ترعيني زي ايها طبق ولا بلاص عندكم في الدار. انا قصد خير والخدمه الشريفه. ايه قلتي ايه؟ انت سامعاني ولا انت مصنقه في ودانك ولا ايه؟ بعد الشر على ودان الغزال. ما دام ابتسمتي يبقى ايه بيعملوا ايه بعد كده؟ استني يا بنت. يا حضرة العمر. استني يا بنت يا بنت. ورد، عجبك الفستان اللي انا عملتهولك؟ يو البنت المخبله دي ما بتردش ليه؟ انت يا ورد. اسم الله اسم الله، سرحانه في ايه؟ مفيش. بقولك عجبك الفستان اللي انا عملتهولك؟ اه طبعا حلو قوي. هو انت بتطلع من ايدك حاجه وحشه برضو؟ امال مالك عامله كده؟ مفيش حاجه. تعالي تعالي في حضني. وحشني حضنك قوي يا ورد. كل مره بحضنك فيها ضنايا بحس نفس الاحساس اللي انا حسيته لما كنت حته لحمه حمرا لما امك الله يرحمها ربنا اختارها. يوميها سبحان الله ربنا زرع في قلبي محبتك، بقيتي عندي اغلى من حسن وناديه. لما كنت صغططه قد كده كان طولك شبري، كنت دايما في كل صلاه ادعي واقول يا رب يا رب ربنا يجعلك من نصيب حسن ابني عشان ما تبعديش عن حضني ابدا. ايه ده مالك يا قلب امك؟ ولا حاجة خالص مفيش، بس يعني حضنك كان وحشني. الكلام ده على أمينة برضو؟ في ايه يا حبيبتي؟ اصلا حلمت حلم وحش قوي او اني مفزوعة من النوم. خير لما جعله خير. احكي لي يا ضنايا. حلمت ان انا في مركب في وسط البحر وحسن واقف على الشط التاني، بس مش لوحده بقى. طب وماله؟ البحر في المنامات حلو. ها كملي. كان واقف وانا عمال انده عليه انده عليه، بص لي وراح مديني ظهره ومشي. اي عبيطه يا عبيطه، يمشي يروح فين؟ ده لازق بغيره. حسن يمشي برضو. طب دي الضحكه الحلوه الورد والكلمه الحلوه الورد. استعيذي بالشيطان يا بنتي عشان ربنا يبعد عنك الهم والقلق. يا رب يا ماما يا رب.
كل اللي انت فيه ده ضنايا صدفه، يعني عين وصابتك. اه والله يوه ده انا ياما يا بنتي العين صابتني. عارفه يا ورد، لما كنت انا ورشيدي مخطوبين، لما كان يعدي عليا عشان يخرجني ما قلتليش من هو هالإمة يدخل كده بطوله وعرضه. يا اختي كل نسوان الحته قبل ما ندعم يتهبلوا عليه، وانا بقى كنت امشي جنبه وهو مأنجزني. كان لما يميل عليا كده ويوسوسني ما اقولكيش الدنيا وما فيها، احسه صوته كنت بحس وانا جنبه ان انا ست الستات. كانوا كل نسوان الحته في كوم وانا في كوم تاني. تذكر جدته حين كانت تطلب منه العودة لأمه، حين كان يدخل بيتها يوم الجمعة. كان أطفال العائلة يجتمعون في ذلك اليوم عندما يأتي الجميع لزيارة الجدة، وكانت هي تسعد بهم جميعا إلا هو، حتى إن رفضها له انعكس على أبناء وبنات خالاته الذين أخذوا يطلبون منه أن يذهب ليلعب عند أمه كلما أقبل عليهم. وكأن الجميع قد نسي أن أمه قد ماتت وهي تلده. لا لا اسمح لي يا دكتور جلال، مجرد وجودي هنا في مكتب حضرتك وأنا في موضع اتهام أنا بعتبر ده إهانة. لو سمحت يا دكتور، مفيش حد هنا ضدك. الإهانة إن أنا أتعب وأشتغل؟ من فضلك اديني فرصتي إن أوضع حد للمهزلة دي. هو ما يتكلمش ليه؟ أدام حضرتك بتساوي بيني وبينه يبقى يقول اللي يقوله. مهزلة. صباح الخير. صباح الخير يا حسن، إزيك؟ ازيك يا دكتور؟ ايه ده تهريج بقى؟ يعني طالب زي ده بيعمل ايه هنا وايه علاقته بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ حسن انت كنت موجود في مكتب الدكتورة عزت لما محمود قدم التطبيق بتاعه؟ ايوه يا دكتور كنت موجود. فاكر التطبيق ده كان عن ايه؟ يعني متهيألي انه كان عايز يزود الباور لنظام معين. وفاكر رد فعل الدكتور عزت ايه؟ دكتور عزت رفضه بالكامل. بس يا دكتور الموضوع بسيط، يعني اكيد دكتور عزت كان عايز مصلحته او كان يعني. شفت حضرتك؟ متهيألي دلوقتي ما بقاش في شك ان الدكتور عزت رفض التطبيق بتاعي عشان ياخده وينزله في المجله العلميه ويكتبه باسمه. حسن دي الرسومات اللي انت شفتها في مكتب الدكتور عزت؟ في حاجة؟ حسن رجع محمود. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله وحشني. انت وحشني قوي. تعال نشرب شاي. تعال اتفضل. يا ده انا نسيت الشاي على النار، اغسل لي الكوبايتين دول يا حبيبي. حاضر. واحد ما عرفش مخه بقى خلاص. يا ساتر يا رب. على مهلك يا حسن.
والله وحشني يا حسن. وانت كمان عم محمود. الله يخليك. انا عايز معلقه واحده بس. ماشي. مالك وفينك؟ الدنيا مش شغله عم محمود، والشام ما بيرحمش حد. الدنيا ما بتشغلش حد عن ربه الا ونسة الانسان عن نفسه. بس انا في ضيقه، في ضيقه كبيره قوي. النهارده حصل لي موقف صعب جدا. في راجل خير وغراني افضله عليا قد كده. انا النهارده شهدت عليه وحاسس ان انا اديته في 60 داهيه، مش عارف ده صح ولا غلط. شهاده حق يا حسن؟ حق طبعا عم محمود، امال ايه؟ طالما حق يبقى مفيش. بس بص يا حسن يا ابني، اسم الحق اسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى، هو الوحيد اللي له أبطال عليك، مفيش حد غيره. عارف يا حسن، الراجل ده ربنا حطه في سكتك وسخره ليك. عندك حق يا عم محمود، بس أنا خايف أخسره. الدنيا دي دلوقتي صعب تلاقي حد بيساعد حد، وزمانه دلوقتي بيقول ده جزات إن أنا عملت معاه كده وقفت جنبه وساعدته. خايف عليه ولا على المنفعة اللي جاية من ورايا يا حسن؟ ما اكدبش عليك، الراجل ده أنا كنت بتكل عليه لما اتخرج. الخطوة اللي بخطيها معاه بتعديني سنين لقدام، وأنا مش قادر أرجع للصفر تاني. تعبت يا عم محمود. لو خايف إنه يضيع منك، ربنا هيسخر لك غيره في سكتك يا حسن. روح له، ما يمكن الحق يرجعه تاني ويعرف إنك نجيته بشهادتك دي. ايوه يا ابني، نجيته من ظلمه لنفسه ونجيت غيره. روح له وقول له ربنا يكتب لك القبول يا ابني. ولا تزعل يا ولد، ايه يعني قفشوك والبلد كلها بتلسن عليك؟ هي يعني بلدنا دي كان حليت حاجه غير الكلام، ولا فيها حاجه بتستخبي؟ ناس هيسوي بعيد عنك. وبعيد عني ليه؟ ما ديني رجعت لها تاني اهو. يا ابني معلش، خيرها في غيره. وبعدين ده انت تحمد ربنا انه نجاك بالسلامه. الحمد لله. خش اي حاجه. عم سيد. يا عم سيد. ايوه يا عم معطي. إيه اللي اقول يا عم سيد؟ إيه؟ هي مين البت اللي كانت بتشتري من البقال اللي قدامك؟ انا يا بنت دي ما البلد خلفتها كلها بنات. البت الحلوه دي اللي كانت رابطه منديل احمر وبالاماره جات لك هنا وديتك تفاحي. وكمان نقرت التفاحي يا عم معطي وبتسال ليه بقى؟ اصل كنت عايز اقطم التفاحي. علي انا يا ولد. ايه يا عم سيد انت يا واد يا جن، ياللي تفهمها قبل ما تفكر انها تطير، ولو طارت تنزل على جدور رقبتها من عينك اللي تتدب فيها الرصاصه دي. انت بتقول ايه يا ولد انت يا ولد؟ خلاص يا عم سيد، بص قدامك وكمل اللعبه اللي بتلعبها. حلو الشاي. عم سيد. يا عم سيد. اللي عم سيد مش هتقولي مين البت دي؟ تسرع البت يا ولد. دي البت فاطمه بنت مصلح الفتاهه. والختم الشريفه البت القمر دي بنت مصلح المصدي. ايوه ده الراجل مسوي زي فاكهته يا ولد. تحس كده يا ولد ان هنط شيطان يا ولد في عيلتهم. ما تلم نفسك يا عم سيد. والبت دي فاضيه ولا مشبوكه؟ على قد علمي كده يا ولد انها فاضيه. دي وانت مالك انت تسال اذا كانت فاضيه ولا مش فاضيه؟ انت حالتك انت يا عبد معطي عشان تسال اذا كانت فاضيه ولا مش فاضيه؟ خلاص يا عم سيد، خلي بقك حلو وكمل اللعبه. جاتك البلي. انت بتقول ايه يا والد؟ يا بسيوني، يا بسيوني، واد يا بسيوني. انا يا حسن، انا تعمل معايا كده بعد كل اللي عملته عشانك؟ يا دكتور انا ما كنتش فاهم حاجه، انا كنت بحاول بس. يعني بتحاول ايه؟ انت مالك اصلا؟ تتدخل ليه في اللي مالكش فيه؟ انا ما اتدخلتش في حاجه يا دكتور، انا لما كلمني ما كنتش عارف هو عايزني في ايه، لما وصلت عرفت الموضوع يخص حضرتك. طبعا الواطي كلمك في التليفون واتفق معاك على قرشين عشان تعملوا تمثيليه رخيصه تشوهوا بيها سمعتي. لا لا مؤاخذه بقى يا دكتور، انا ما اقبلش الاهانه. مش حسن رشيد ليش هتزور على حد؟ تمام تمام، ابعت لي الامن حالا. امن؟ امن يا دكتور انا عملت ايه؟ حكايه انك تبقى باشمهندس دي تنساها خالص. النتيجه لسه ما اعتمدتش، ولو قعدت في الكليه 7 سنين غير اللي قعدتهم
برضه مش هتبقى باشمهندس، هتترمي في الشارع ومن غير شهادات. ساعتها بقى هتعرف معنى الحقيقي للاهانه يبقى ايه. ليه يا دكتور وانا عملت ايه عشان كل ده؟ الافندي ده يتاخد يتعمل له محضر تعدي ويتسحب كارنيه وما يخشش الكليه تاني. تعدي وانا جيت جنبك يا دكتور. بره واللي انت عملته يليق بطالب محترم؟ يا فندم لو سمحت من غير اهانه، انا ما عملتش حاجه وما كنتش اعرف محمود عايزني في ايه غير لما وصلت هناك. انا كل اللي عملته شهدت باللي انا شفته مش اكتر. شهادتك دي ما تخصناش سواء كانت حقيقيه او زور. انا اللي عايز يا فندم زور ايه؟ انا شهدت شهاده حق. هشهد زور على الدكتور عزت ليه؟ ده افضل مغرقاني. ما تقاطعنيش وانا بتكلم. قلت لك شهادتك دي ما تخصناش. انت بتحقق معاك عشان اللي عملته بعدها. عملت ايه بعدها؟ تعديك بالضرب على الدكتور عزت جوه مكتبه. ضرب؟ ضرب مين؟ ده انا دوبك صوتي عالي عليه فجاه لقيت الامن داخلين عليا بثانيه. يا فندم انا ما عملتش حاجه، والله العظيم ما عملت حاجه. انا رحت الدكتور عزت فعلا بس عشان اعرف انا عملت ايه غلط. في شهود للواقعه دي شافوك وانت بتتعدى عليه بالضرب. ده غير شهاده امن الكليه اللي لولا تدخلهم كان من يا عالم بقى كنت هتعمل فيه ايه تاني. شهود مين وامن ايه؟ انا ما عملتش حاجه، ده انا قعدت 5 دقايق جوه ومشيت. حسبي الله ونعم الوكيل. تم رفض الطالب حسن الرشيدي عبد الرحيم طه من الكلية ومنعه من التواجد داخل الحرم الجامعي بأي صورة من الصور، وذلك بعد الاطلاع على المواد 180 و181 من قانون رقم 49 لسنة 2007 وعلى مجلس التأديب الذي أجري مع الطالب في الفترة الخامسة. ألو إيه يا نورس؟ فينك هندسة؟ يا عمرو إيه؟ انت كبرت علينا بقى بعد ما خدت الشهاده بقى. لا ابدا يا مريض، بس عندي صداع فرع دماغي. اوعى تقول لي الصداع ده من الوبور. ايوه انت متربي هنا. فاكر لما كنت اخدك عند عمك ملاك يا اما تسوق يا اما تسطح فوق الكابينه؟ كان زمان بقى يا مريض، زمان كنت احب اطلع في القطر واشوف الدنيا من فوق، افرج جناحات زي نورس واحس الهوا شايلني لفوق. بس بعد وقعت القطر خلاص قلت وقعت البحر قهوه، والنورس ما ينفعش ابعد بعيد عن المالح. طيب قول لي تحب تسوق دلوقتي اروح اكلم لك عمك ملاك؟ يا ما سوقت وما وصلتش لحاجه يا عم رضا. معقوله كده خلاص؟ اشاوير العمر دي كلها تروح على الارض؟ لا اكيد مش ممكن. كل مشكله وليها حل، بس مساله وقت مش اكتر والحكايه تتظبط. ما كانش تعب سنين وبس. يا عجوز لبست كام قطر ببعض؟ كتير يا رشيدي. ده يا عبد الرش جرايد. ازيك؟ ازيك يا رشيدي؟ تعالى اتفضل اتفضل. والله وليك وحشه. انا قلت بقى جاي اسال عليك ادام انت قليل الاصل وما بتسالش على حد. لا طول عمرك صاحب واجب يا رشيدي. بمناسبه الواجب، ايه رايك بقى اعمل لك كوبايه شاي تعدل دماغك مظبوط؟ تمام. انت عامل ايه بقى؟ انا كويس. بس تصدق يا جمعة قطك الضيقة دي بهتت عليك. يا راجل طب ايه رأيك بقى ان قطي الضيقة اللي مش عاجباك دي ألف من يتمناها؟ يا سلام، ومستني ايه يا اخوي؟ اديها لهم اديها لهم وفك عن نفسك بقى واخرج بره للبراح. بالك انت عارف انت ليه مش عاجباك الأوضة بتاعتي دي وشايفها ضيقة؟ علشان بفهم. لا بلاش علاقة بالفهم، لأن مسألة الفهم دي فيها شك. حكاية باختصار، لأنك أنت اتربيت في المينا وخدت على البحر والسماء. وأنت خدت على إيه؟ على القطبان الحديد والقطورة والأوضة المترين في مترين اللي أنت فاتحها سبيل لكل من هب ودب. يا أخي ارجع بيك كوباية يا أخي. مالك يا رجيني؟ لو أنت قلبك واسع شوية بس هتشوف الأوضة اللي قدامك دي على مد بصرك. ولما أنت قلبك واسع قوي كده وحنين ما دلكش على أختك. والله عندك حق. عاملة إيه يا مينا؟ زعلانة منك واخدة على خاطرها. أختك كبرت ومحتاجة اللي يسأل عليها. ده أنت ما فكرتش آخر مرة تيجي تشرب معاها كوباية شاي ولا تقول لها كلمة حلوة؟ أنا ليكوا
ده انت ابوك وثق عليها قبل ما يموت. وبعدين يا اخي انت خلاص مالكش حد في الدنيا ديت غير الواد حسن. لا واد ايه اسمه الباش مهندس حسن. يسلم تمك يا جمعة، هي دي الكلمة اللي أنا نفسي اسمعها، الباش مهندس حسن. بسيطة، الباش مهندس حسن. فاكر زمان وانا اول ما دخلت المينا كان رئيس العتالين لازم يسأل النفر مننا انت مين واصلك ايه وفصلك ايه وساكن فين؟ ليه بقى؟ عشان لو حصلت منك اي مشكلة يرجع للكبير بتاعه. ساعتها جاني وسألني، قلت له انا النفر اللي قدامك وما فيش حد ابدا في ظهري. قاعد تقول لي انا عارف الدماغ دي اللي تستاهل الكس. ساعتها كنت فاكر انها عيبة انك تستقوى بحد تاني حتى لو كان ابوك. دلوقتي بقى نفسي الف في اسكندرية كلها واقول انا ابو الباش مهندس حسن. رقبتي بتكبر من رقبته وانت بتبقى من قيمته، لكن كل اللي حلمت بيه وانا عيل حسيت انه هرب مني ولا شيء، لكن ربنا حققه لي في الوقت. الحمد لله، ان شاء الله ربنا هيصدر ظهرك بحسن، قصدي الباش مهندس حسن. سوري يا كسرانز، كنت عايز افكر سعادتك بميعاد الايفنت بتاع نورهان هانم علشان دي فاضل لها شويه وهخرج. يعني افهم من سعادتك انك مش ناوي تروح. واضح ان سعادتك بقالك كتير ما جيتش هنا، تقريبا من بعد المهندسين بتوعنا ما بدأوا يجددوا في الكنيسة بعد ما كانت مكان مهجور. طول ما انا حاسس ان انا نجس يا صالح ما اقدرش اجي مكان طاهر زي ده. فشرت؟ لا مش فشرت دي، لا اللي اقصده ان سعادتك تشرف اي مكان تدخله. وبالرغم من كده عمري ما حسيت انه بيطردني منه، بالعكس بحس انه بيقول لي، بيكلمني شخصيا ويقول لي مش مهم يا اكرم انك نجس، المهم ان المكان ده طاهر. فعلا انا دخلت كذا كنيسه قبل كده بس ولا كنيسه ليها نفس الروح اللي مخيمه على المكان ده. ما هو عشان ماما الله يرحمك يا ماما. عارف يا صالح زمان وانا طفل صغير لما كنت ازعل من حاجه كانت تجيبني هنا اهو ونولع شمعه ونقعد بالثلاث اربع ساعات ما بننطقش ولا كلمه لحد ما انسى اساسا السبب اللي كان مزعل واروح البيت وانا سعيد ومبسوط لحد ما ماتت. حاولت اجي المكان ده بس ما قدرتش، ما عرفتش يا صاحبي. جريت جري على اوضتي ولميت كل الشمع اللي في البيت وولعته كله على امل انها ترجع تاني، بس ما رجعتش وسابتني لوحدي في الدنيا دي، لوحدي خالص يا صاحبي. اكسلانس ماما في الجنة. ده أكيد. عارف ده المكان الوحيد اللي برتاح فيه بجد، بحس إنها حواليا جنبي كده، بحس بنفسها بشم ريحتها. أخبار التبرعات إيه يا صاحبي؟ التبرعات إيه؟ نعم التبرعات، تبرعات الجمعيات المسيحية الخيرية.
تمام يا اكسلنس. انا عملت لسعادتك ليست مفصله لكل جمعيه بالارقام، كله هيتم زي ما سعادتك عايز بالظبط. بس في حاجه كده عايز اكلم سعادتك فيها. يعني قلت لك مليون الف مره ما ينفعش يا صالح. تخيل معايا سعادتك، اكرم البدري رجل الاعمال المسلم يتبرع بمئات الالوف للكنائس والجمعيات الخيريه المسيحيه، هيضيف لسعادتك كتير. انا بعمل كل ده عشان خاطر ماما، كمان عشان احس ان روحها راضيه عليا وبتدعي. لا حول ولا قوه الا بالله. صباح الخير يا ريس جمعه. صباح الفل يا بيومي. امسك يا حسن، امسك. تأمرني بحاجه تاني؟ شاكرين يا بيومي. انت ازاي يا حسن؟ ازاي تسيب نفسك كده لغايه ما تروح منك وتمسك في الراجل؟ طب والمصحف ولا لمسته؟ يعني انا هعمل كده يا خال؟ انا يا دوبك صوتي عال عليه، فجاه لقيت الامن حواليا بيعملوا لي محضر تعدي ولقيت نفسي مفصول. مفصول يعني ايه؟ يعني بره. يعني ولا حاجه، يعني كل السنين اللي فاتت دي اترمت كده على الارض. والله خلينا حاسس انا في كابوس مقلب دمه تقيل، حاسس شويه الناس هتيجي تقول لي فكك يا حسن احنا بنهرج معاك، بس برجع بفوق اشوف ان اللي بيحصل ده كله بجد. طب ما تشتكي يا حسن. اشتكي. كبر ولا صغر استاذ من ضمن الاساتذه اللي درسوا لك، ما هوش اكبر واحد يعني ولا في ايده كل حاجه. اشتكي مين يا اخي؟ بقول لك محضر التعدي اتكتب من غير ما انطق ولا كلمه. بس انا عارفه هو راجل مؤذي وايده طايله والناس كلها بتقول. سبع سنين ببحر في عرض الدنيا عشان ارجع مكاني كما كنت. حته مكانجي مرمي في بعض الملكه. اللي صحيح ما قلتليش، ايه اللي انت حبيبتي ده؟ حبيبتي ايه في ايه؟ هي المدام اشتكيتني في حاجه؟ التبس يا فقريه اللي رجعتيه للراجل. يعني كنت عايزاني اعمل ايه؟ راجل معرفوش، يديني 200 جنيه بتوع ايه؟ بتوع انك في محل قبها زي ده؟ بتوع ان هو باشا وبيقدر بقيمته، وان اساسا ال 200 جنيه دولت ما يجوش حاجه جنب كم الفلوس اللي عنده. اكنهم بالظبط بريزه فضه في جيبك المصدي. جرى ايه يا بنت يا حنان؟ هو انا خدتهم من جيبك يا اختي واديتهم له؟ شوف بردك البت، بدل ما تشكريني على النصيحه طب احمدي ربك بقى ان المدام ما شافتكيش. انت عارفه لو كانت شافتك كانت قطعت خبرك. لو النبي مش مصدقاني يا بنت، ده اكرم البدري. عارفه يعني ايه اكرم البدري؟ ولما هو اكرم البدري يبص لواحده زي بتاعت ايه؟ وبعدين انا ما فهمتهاش غير حاجه معينه واظن واضحه بالنسبه لك زي الشمس، فقصري بقى وحلي على نفوخي. ده انت خالك راح لي بعيد قوي وسرحتي. لا يا زوزه ده تبسي يا حبيبتي، وعشان تبقي فاهمه اللي زي اكرم البدري ده عينه مليانه وعنده اللي مكفيه وزياده، يعني اساسا ولا هو شايفني ولا شايفك. افهميها بقى كده يا حلوه عشان تستريحي. لا فاهمها كويس قوي. انا عارفه ان احنا اقل كتير قوي من اللي هيعدوا على النهايه، عشان كده رجعت له فلوس. تخيل ربنا جعلني سبب عشان افرح الراجل الشقيان ده. 40 سنة ابويا شغال في المينا على امل ان ابني يبقى مهندس. بسمتك مش حرام. ضايقش نفسك، ضايقش نفسك يا ابو علي. محدش عارف، شكر ربنا سبحانه وتعالى حاطط لك الخير في الشر. يمكن يا خالي. طب انا هحكي لك حاجة دكتور. زمان كان في راجل ملك. الملك ده كان بيخرج للصيد هو واستاذه اللي رباه وعلمه اصول الحكم، وفي رحله صيد حصلت لهم حادثه صغيره كده اتقطع فيها اصبع الملك. الملك نقم على عيشه وزهد في الحياه، افتكر ان حياته انتهت في اللحظه دي. استاذه قال له لا، الحياه مش كده، الحياه اوسع كتير قوي من مجرد حادثه حصلت لك، لازم تخرج تاني وتصطاد وتعيش حياتك. فعلا الملك رجع تاني يخرج رحلات الصيد، وفي يوم خرج في رحلة صيد لوحده قابلوه ناس كفرة ما يعرفوش ربنا بيعبدوا الأصنام، خارجين يدوروا على راجل يضحوا بيه ويقدموه قربان للصنم اللي هم بيعبدوه. أول ما شافوا الملك قالوا هو ده اللي ينفع، خدوه قبل ما يضحوا بيه
قدام الصنم بتاعهم بصوا في ايده كده لقوا اصبعه مقطوع. قالوا معاهم يعني هنقدم قربان للالهه راجل معيوب بتسع صوابع. سابوه ساعتها بس الملك عرف ان الحادثه الصغيره دي كان الباب اللي اتفتح لحياته ومد في عمره ولولاها كان اجره كان. يعني ربنا اداني المصيبه دي عشان اجيني من حاجه اكبر مش كده؟ طب ليه؟ وايه الغلط في الهندسه؟ ولا ايه الغلط ان انا عايز افرح الراجل الشقيان ده وابسطه؟ مش غلط ولا حاجه يا حسن. اللي انا عايز اقوله لك انه لو علمت من الغيب لاخترت من الواقع. ومين عارف يا اخي؟ مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى حاطط الخير في حلمك انت مش في حلم ابوك؟ انا حلمي ان ابويا راضي عني ومبسوط مش عايز اكتر من كده. وانت يا حسن انت ما فكرتش مين اللي هيبسطك؟ يا عم انا مش عايز حد يبسطني، والله ما عايز حد يبسطني. انا دعاء ابويا وامي بالدنيا واللي عليها كلها خير. ما حدش قال حاجة يا حسن. استغفر الله العظيم. انت ناوي تقول لابوك؟ ما ينفعش طبعا. اقول له ايه ده يروح فيها؟ بس انا خايف منه الناس يرجعوا يكلموه يقولوا له خلي حسن يجينا بالورق والشهادة. ما في شهادة ولا ده على الأقل لغاية ما نشوف لنا صرفة. شفت يا خال الورطة اللي أنا فيها؟ أنت ناوي تعمل إيه؟ والله ما عارف يا خال. شكلها كده مفيش قدامي غير حل من الاتنين. أزور شهادة يا حميز الملك بتاعك، أروح أقطع صباعي. صباح الخير، ازيك؟ الحمد لله. تعالى يا عم ابراهيم. خلاص يا ست الكل بالراحه، استناني انا يا عم ابراهيم. حاضر يا ست الكل. ايه ده؟ هو انت مش عندك شغل النهارده ولا ايه؟ طلعت اجازه. طلعت اجازه؟ طب يا اختي شرفتي. الحمد لله على السلامه. راجل نجس يا ابن الصرمه يا ابن الصرمه يا ابن الصرمه يا نجس. يا عم ابراهيم. ايوه خش. حاضر يا ست. تعالى يا عم ابراهيم ركب لي الباب على الاوضه. حاضر. حاضر يا ست زكرا. اكد لي على الاكرة. حاضر. الله، بتعملي ايه يا بنتي يا زكرا؟ يعني هكون بعمل ايه يابا؟ بنركبه باب. احي اهو باب مردود شر مطرود. رايحه تشتري باب يا عين امك؟ طب يا اختي كنت اشتريتي حته غساله اوتوماتيكي بدل ايدين امك اللي باشت. غسالة؟ مش لما نبقى ننضفه من جوه نبقى ننضفه هدومنا؟ يلا يا عم ابراهيم شهر. حاضر يا ست ذكرى. ما قلت اسف بقى. خلاص تعالى تعالى اعمل مقموص. انت فين السكة في وشي؟ بكرة هعملها معاك. الله، ما انت مجنون. في حد يكلم حد الساعة 4 الظهر؟ ها؟ احكي لي عملت ايه من غيري؟ قابلت فاتن. بتحبك البنت دي، شكلها بتحبك. اه بتحبني. عايز تتجوزها؟ لا طبعا، لا هي ولا غيرها. واساسا فكره الجواز كلها مش في دماغي. احسن. اوعى تتجوز. ليه؟ عارف يا علي الناس بتتجوز ليه؟ بتتجوز عشان بيحبوا بعض. لا كلام افلام. الناس بتتجوز عشان تضمن انها لما تموت ما تبقاش لوحدها، يبقى في حد جنبها. يا سلام، ايه الانانيه دي؟ دي مش انانيه، ده حقيقه يا علي. لا تحب حد او ترتبط بحد ازيد من اللازم فجاه يروح وياخد روحك معاه. انت بتتكلم على ايه؟ موت.
عن الموت ولا عن الحب؟ الموت في الحب، انك ترتبط بحد قوي تحبه قوي، فجأة يجي الموت ياخده منك. ده حقيقي، الموت ما بيستناش حد، بيجي فجأة بياخد أي حد بتحبه أو ما بتحبوش. ياما ناس اتجوزت ودفنت عيالها وهم لسه عايشين. عايشين ميتين يا علي. أنا مش فاهم حاجة. ولا عمرك هتفهم حاجة. أنت لا بتعرف تكتب ولا بتعرف تألف ولا بتعرف حاجة خالص. سايكو. عارف أنت هتفهم أنت لما تحب. أما عاملة لك شوية شاي حسوكة يستاهلوا بقك عنب. تسلم إيدك يا أم حسوكة. تسلم يا حبيبي. يا حسن مالك؟ مش عوايدك يا ضناي. في الميعاد ده بتبقى يا إما في السيرك مع صاحبك يا إما في المينا. عادي ياما زهقت، تغيير يعني، زي ما كل حاجة كده حوالينا عمالة بتتغير. ما هو التغيير مش وحش برضه. بس أنت في جواك حاجة ومخبيها عن أمك حبيبتك. المينا مش كده؟ مش عارف أقول لك إيه، أيوه يا ابويا كل ما يشوف خلقتي يقطمني، عايز نمشي واسيب المينا باي شكل مش عارف ليه. معلش يا حسن، ابوك يا ضنايا عايز يشوفك احسن واحد في الدنيا. يا ستي ما انا عارف، بس حطي اي حد مكاني. يما المينا دي انا اتربيت فيها، لعبتي اللي ركبتها وفكيتها من وانا صغير. ده انا عشرت المراكب والناس اللي فيها اكتر من اي حد. امشي النهارده واطمع في شغلانه تانية. لا اله الا الله، هو عايز يعني اللي يرقي نفسه يبقى طمعان؟ الله، طب ما انا معايا شغلانه، اروح ادور على حاجه تانية ليه؟ يا حسن يا ضنايا، ابوك ظهره انحنى من شغل المينا وشقي وتعب. ياما ما انا قلت له مليون مره يبطل شغل بقى ويريح نفسه. كل واحد بياخد نصيبه يا ضنايا. ونصيبه ان هو يفضل عايش في التعب والشقه ده طول عمره. هو هتقول له كده حسن يزعل. لا يا اختي ما تخافيش، مش هقول له. ما انت اخرى عامله زيه ومكفيه على المكنه ليل نهار، ما فيش مره تقولي لي يا حسن تعالى وديني السيرك يا حسن. الا بالحق ما توديني السيرك يا حسن. يا حسن يا ضنايا، ابوك نفسه يشوفك احسن واحد في الدنيا. كل زمايله جابوا عيالهم يشتغلوا في المينا، بس عيال كسر بقى مش ملحلحه كده زيك، وما معهمش شهادات عاليه زيك يا حبيبي. نفسه ومنى عينه يقف وسط المينا كده ويقول بعلو حسه، انا ابني مهندس قد الدنيا وما اعتمدش على حد. كتير عليه ده يا حسن؟ لا يا عم مش كتير عليه. بس في حاجه تانية بقى يا ابن بطني مخبيها عني ومش عايز تقولها لامك حبيبي. بصراحة أما كده أصل في حاجة كده عايز أطلبها منك، بس مش عارف تخدميني ولا لأ. عيني يا حبيبي. معلش معاكي 200 جنيه. تعالي بس أنا بهرج معاكي بختبرك، بشوفك هتطلعي معايا جدع ولا لأ. يا حضرة العمر ابنك حيني ده حدفني بستافندي. اهدي هي ناقصاكي. حرام عليك يا فاطمة، هتفضلي مدوخاني لحد امتى؟ انت عايز مني ايه يا جدع انت؟ انا مش جدع، انا جدع، بس انا عايز اقول لك كلمتين. حسك حلو قوي يا فاطمة، بيسحر كده ويلبش الجدي. هو ايه ده يعني؟ الله، وليها تاني كده؟ انت عارفة يا فاطمة؟ انا شفت كتير وقليل لما كنت في ايطاليا، نسوان وحريم يشيبوا شعر الزلابطي. بس وربنا، شوفي وربنا، أنا عمري ما شفت في حلاوتك ولا في جمالك ولا في سحر حسك. فاطمة؟ أنا بحبك يا فاطمة، بحبك وعايز أتجوزك يا فاطمة. يا بنت أنت وقعتي على ودانك وأنت صغيرة ولا إيه؟ ما تقولك. مش أنا اللي بقول في الحاجات دي يا عبد المعطي. عبد المعطي، كمان عارفة اسمي. طب أنا عايز أقول لك كلمتين كده من اللي في نفسي نواحيكي. بقولهم لأبويا بردك. أقولهم لأبوكي؟ مسلحي المصدي دي هقول له وحشتني وعايز ابوسك من بقك. ده ايه النيله دي يا ساتر؟ صباح الخير يا ابطال. صباح الخير يا حسن. انا عندي عطل في التربينه الرئيسيه. اوكي هبلغ الشركه فورا. شكرا. صباح الخير يا ورد. صباح الخير.
قلبت عليك الدنيا لحد ما لقيتك هنا. مالك يا حسن؟ مالي يا ورده؟ ما فيش حاجه، زي الفل. في ايه حسن؟ في ايه حسن؟ احكي لي. احكي لك ايه؟ ما فيش حاجه يعني. لو في حاجه يبقى مشاكل عاديه، مش عايز اوجع دماغك، بس ما فيش حاجه. انت ايه اللي بيخليك تقولي كده؟ رأي حسن، هو انا غريبه عليك يا حسن؟ انا ورد، انت بتقعد معايا وبتبقى مش معايا خالص، دماغك في حته تانية. في ايه بقى؟ انت في حاجه جواك مخبيها؟ لا اخبي ورد، مفيش حاجه، انا كله تمام. قولي لي انت اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. عمك محرم خلاص اتصل وقال ان هو هيجي بالكتير قوي كمان اسبوعين، وهي فرصه هتقعدوا تتكلموا مع بعض بقى ونخلص يا حسن. طب كويس، خير ان شاء الله. بحسبك هتبقى مبسوط اكتر من كده. انا اكيد فرحان طبعا، بس انا كنت شايف ان احنا يعني ناجل شويه احسن. ليه احسن؟ ابدا ورد، يعني كنت عايز اظبط شويه حاجات، يعني نبقى مرتاحين لما نتجوز، يبقى مفيش مشاكل، كل حاجه ماشيه كويس. يعني ما انت خلاص ان شاء الله هتتخرج رسمي اهو، والشغل بتاع القاهره ان شاء الله يجي لك. وبعدين يا سيدي حتى لو ما جاش، انت شغال في المينا، في ايه بقى؟ ايه المشكله دلوقتي يا ورد؟ مفيش حاجه، حاجات عاديه ولازم تتظبط. خلاص بقى يا ورد. وانا قلت ايه غلط؟ في حاجة بينك وبين شوق يا حسن؟ انت في حاجة بينك وبينها صح؟ شوق؟ ايوه شوق يا حسن. انا شفتك انت وهي وانتوا عمالين تتكلموا مع بعض على السلم، وقلت لها نفس الكلام يا حسن، وقلت لها ان انت هتظبط امورك معاها الاول صح؟ شوق مين يا عبيطة؟ انت مصدقة اللي انت بتقوليه؟ يا بنت انت، وانت في غيرك في قلبي حمارة؟ ده فاهمني انت، انا فضلت كتير قوي قاعدة وساكتة ومستنية اقول هيفهمني هيفهمني، ولا نطقت ولا قلت حاجة. حسن في ايه بينك وبين اللي اسمها الشو ديت؟ ده حتى اتجوزنا عاوز تأجله يا حسن. يا بنت اهدي يا بنت اهدي، افهمك على كل حاجة، بس كله بأوان. اهدي بقى، شو مين يا عبيطة انت؟ تعالي تعالي يا عبيطة، تعالي. شو يا هبلة؟ والنبي يا دكتور. ايوه يا للدكتور، امشير بسرعه. والنبي يا دكتور. اتفضل يا ام. انا عندي فيروس سي. ايوه، وبعمل اقرار علاج، وعشان يكمل لازم حد من الدكاتره اللي هنا يكشفوا عليا ويحولوني اعمل تحليل، واخد التحليلات دي كلها واديها الاداره. ما كشفتيش ليه؟ ما حدش راضي يكشف عليا يا دكتور. واحد قال انا ما بكشفش عليكي عشان انا بكشف على الطوارئ. أيوة. والتاني سابني ومشي وخرجني بره وقال لي انا خلصت نبطشيتي خلاص، وانا مشواري بعيد يا دكتور، وعشان اكمل كده لازم اجي تاني عشان اخد القرار. حاضر يا حاجه، انت استني شويه، ده مش تخصصي. عايز حاجه علي؟ الحمد لله الحمد لله. في حاجه دكتور؟ الست الطيبه دي عايزه اسماء تحاليل، وعايزه بس علي. عندي بريفت مع الدكتور سعيد، وانت عارف ما برحمش في التاخير. ان شاء الله مش هتتاخر 10 دقايق. بص بص، هي عايزه ايه؟ بس عايزه انا ايه يعني؟ انت مش مدير المستشفى، وكمان مش من حقك تقول لي امشي ولا استنى. ارجوك انا عايز امشي. لا من حقي اقول لك كده. وانا من حقي امشي اشوف اللي ورايا. لا مش من حقك، من حقك تعالج الست دي. العيني مش من بقيه اهلك يا علي. من بقيه اهلي. فين خاتم؟ علاء كانوا قدام العينين ولا ايه؟ الست الطيبه دي عايزه اسماء تحاليل، وعايزه اي حد يكشف عليها. وانا خلصت ولازم امشي، عندي برايفت مع دكتور سعيد. امسك يا استاذ، شوف الست عايزه ايه. لو مشيت من غير اذن احولك التحقيق. اتفضل. حاضر يا دكتور. اتفضلي يا حاجه. بالسلامة يا امي. مع السلامه. عندي برايفت مع الدكتور علي. تعالى معايا يا عايزه. انا عايزاكي تغيري لي كل ده، الزيتي هنا والاورنج هناك. ذكرى، ذكرى تعالي هنا. مالك مش مركزه ليه؟ انا شايفاكي من بدري، في حاجه حصلت؟ لا خالص يا مدام، بس انا اسفه يعني يمكن اكون سرحت ولا حاجه. خلي بالك من شغلك، انا عرفت اللي حصل مع اكرم بيه. كنت فاكراني مش هعرف؟ بس انا ما قصدتش حاجه، انا بس اتفاجئت لما لقيتهم 200 جنيه، فقلت يمكن مش واخد باله من الفلوس. ليه؟ عمرك ما شفتي حد معاه فلوس ونزيه؟ ولا كنتي فاكراه هيديكي 5 جنيه؟
زي الزباين بتاعت المحلات اياها اللي انت جايه منها. يا مدام انا ما قصدتش حاجه، انا ما اعرفش ايه اللي حصل، انا لقيتني جاريه وراه برجع له فلوسه، بس وانا ما اقصد حاجه. بعد كده تحسي، لان دي قله ذوق. بس بعد الموقف ده انا شايفه انك امينه وعايزه تستمري في المكان. يعني حضرتك مش زعلانه مني؟ شوفي شغلك، ولما يحصل موقف زي ده ما تتصرفيش من دماغك، ترجعي لي في الاول. حاضر حاضر يا مدام. اما نشوف هتفضلي على امانتك دي لغايه امتى. شوفي شغلك. لا طبعا مش مجدي، التظلم بيفيد بس بفتح الباب قدام اعاده النظر في الاجراءات مش تغييرها يا حسن. ما ده المطلوب يا متر، نفتح باب الاجراءات من تاني. اول حاجه نتيجه الكنترول حتى لو مش معتمده تثبت ان انا حضرت امتحانات وما تخلفتش. حسن تاني حاجه محضر التعدي المتلفق ده احنا ممكن نعيد النظر فيه والتشكيك في امره. يا حسن يا حسن افهم، الموضوع مش بالبساطه اللي انت متخيلها. انت مش مفصول عشان خاطر اتخلفت عن نتيجه الامتحان علشان تفتكر ان نتيجه الكنترول هتبرأك، انت مفصول عشان خاطر محضر التعدي، وده ما ينفعش فيه اعاده النظر، وده اجراء مبطور. يعني مفيش خطوط نجري وراها، واحد ضرب واحد وفي شهود على كده، خلصت. ايوه بس دول شهود زور. شهود زور. وعشان كده المحضر ما فيهوش ثغرات، عارف لو في شهود حق كنا قدرنا نشتغل عليه. يعني شهاده الحق بتموت وشهاده الزور هي اللي بتنجي. ندمان يا حسن؟ ندمان؟ ندمان على ايه؟ انك شدت الحق مع المريض. لا طبعا انا ما ندمش لو جبت حق حد، بس اموت لو ما عرفتش اجيب حق انا. طمني يا حسن وما تقلقش، انا هرفع قضيه على الدكتور عزت وعلى رئيس القسم بصفته وبشخصه، وعلى عميد الكليه كمان بصفته وبشخصه، عشان كلهم وقعوا قرار الفصل التعسفي عليك، وده مجرد اجراء تخويفي وتوقيع صحابه فيه، وده الاجراء الوحيد اللي اقدر اعمله في الوقت الحالي. بس يا فانك والنعمه اللي اقول لامك. قاعد انت هنا مروق على الاخر. يا عم روح. الله فيه يا عم. صباح الفل يا معلم. فل ازيك. ايه اللي جابك النهارده؟ مش اجازه ولا ايه؟ نازلين لنا طوارئ يا عم، عشان مركب واحد من الكبار طالعه ولازم ورقها يخلص. خدت بالي برضه. ابويا عامل مشاكل مع العتارين، قريت الحوار. الرئيس رشيدي في الشغل ما اعرفش ابوه. ولا ابنه وحياتك. ساعه على طوب الارض، عايز نمشي واسيب المينا. قلت لك يا صاحبي انت اللي مش عايز تسافر. يا ابني اسافر اروح فين يا زيك؟ انا لو سبت البحر هموت. عارف يعني ايه البحر ده؟ عالم تاني، عالم ملوش اول من اخر. لو عشيته هتتسجن فيه بدرك، مهما يعمل فيك مش تزعل منه، حتى لو زعلت منه هيرجع يراضيك تاني، ولو فرحت بيزود لك فرحتك نسبه هوا. بس مشكله يا زيك انه غدار، ممكن يحول لك كل حاجه لنوى في غمضه عين. وربنا ابوك عنده حق، انت البحر جننك. صح يا زيك، انا البحر جنني فعلا. يلا 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 يلا. صباحو. طول عمرك وانت بتحب تلعبي مش هتكبري ابدا. ربنا يخليه لك يا رب. على فين كده؟ اعملي السمكايه. معلش بقى عندي معايا. يلا مع السلامة. مع السلامة. برضه يا حسن مش عايز تقولي الملا؟ قلت لك برضه مفيش حاجة. شوية مشاكل وهتعدي وابقى احكي لك على طول.
انت مش عايز تحكي لي يعني مني عبيطه زي ما انت بتقول وبعمل حاجات كده تزعلك مني من غير مقصود؟ طب لحيات حسن عندي انا ما بيبقى قصدي. والله انت عبيطه فعلا يا بنت، انا عمري ما سالت منك. لا انا عارفه ان انت بتعمل كده عشان انا صعبانه عليك، بس والله العظيم يا حسن انا لا بعرف اكل ولا نام ولا اشرب ولا اعمل اي حاجه طول ما انت كده متضايق. حتى حسن عليك ما بقتش صافيه زي الاول، وانا متاكده كمان ان انت لما بتقعد تضحك بتضحك كده بس عشان ابقى مبسوطه وما تزعلنيش. والنبي حقك عليا يا بنت، ما فيش حاجه قلتلك، شويه مشاكل، الورق بتاع الكليه على الاعفه بتاعت الجيش، شويه مشاوير وهتخلص وخلاص، ما فيش حاجه. يعني انت ما انت زعلان عشان يعني شكيت فيك في موضوع شوق؟ شوق يا بنت؟ شوق مين يا بنت؟ انا عليا ما بتشوفش غيرك انت، ومات الكلام على كده خلاص. يعني انت خلاص بجد ما انت زعلان يا بنت؟ انا اصلا مش زعلان منك والله. يا عبيط. Bonjour, Your Excellency. Bonjour, يا صالح. هو أنا مش هخلص منك أبداً؟ حتى يوم أجازتي جاي للبيت ما ينفعش أخد يوم واحد أجازة من غير ما أشوفك؟ برنس، غصبٍ عني، غصبٍ عني. أوكي. بس الحكاية زادت عن حدها. بلغني إن فؤاد شكري إيده طولت تاني على حصتنا. وعلشان ما تحركناش المرة اللي فاتت بدأ هو بنفسه يلسم بالكلام ان خلاص كلها 2 سنتي وراسه بطول راس سعادتك. وبعدين؟ النوع ده يا اكسلانس لازم له قرصة ودن، وده وعد مني، برومس، النهاردة قبل بكرة اقطعها له، اعور له ودانه الاتنين، بس سعادتك تديني الاذن. ولما تقطعها له وتعور له ودانه الاتنين يسمع الكلام بإيه؟ بعد ما انت عارفني يا صالح انا ماليش في الأذية. والحل يا اكسلانس؟ انا اقول لك الحل ايه. بص، هو فؤاد شكري راجل طيب، طيب زيادة عن اللزوم، مش عارف ان كل اللي حواليه هم اللي مغرقينه، عشان كده سيب دماغه طول دماغي، خليه يفرح بيها كام يوم، وبعد كده نطير له دماغه بودانه الاثنين، ويبقى كده احنا ما اذيناش حد. اكسلانس صحيح. يعني انا ما بتفهم حاجه، في امل ولا ما فيش امل؟ الامل دايما موجود، انا رفعت القضيه ومشيت في الاجراءات، بس لازم. بس ايه؟ ما تقوليش بس، اتكلم على طول. شوف يا حسن، انا هكون صريح معاك، احنا خدنا خطوه في القضيه دي، والخطوه دي صح 100%، وهتوصلنا اللي احنا عايزينه، بس المشكلة مش في النتيجة، المشكلة في وقت القضية نفسه. بقول لك يا متر، من غير لف ودوران، أنا وضعي إيه بالظبط؟ فهمني. المحاكم فيها 100,000 قضية من النوع ده، أنت عارف يا حسن القضايا دي بتقعد قد إيه؟ مش بتقعد يوم ولا يومين زي ما أنت فاهم، القضايا دي بتقعد سنين. يعني ما أنت عارف كده، بتخليني أرفع قضية ليه؟ بتشتغلني يعني؟ أنا كل حاجة بتروح، مستقبلي بيضيع، أهلي اللي عايشين يحلموا يشوفوني مهندس، أقول لهم إيه؟ أقول لأبويا إيه؟ أنت عارف اللي حصل ده معناه إيه؟ فاهم. لا مش فاهم. أنت على فكرة هتشوف لي حل، وهتشوف لي حل دلوقتي كمان. مش الحل الواحد إن أنت تراضي الدكتور بتاعك ده. يعني إيه؟ عايز نروح له؟ إذا كان رحت له قبل كده وطردني، أمال بعد ما رفعت عليه القضية هيعمل معايا إيه؟ هو لازم دلوقتي أعصابه تكون هديت، وهيقدر يناقش معاك الموضوع، وهتوصله الحل. بقول لك إيه يا ابني؟ أنت مش هتخسر أكتر من اللي أنت خسرته. جرب وشوف. Thank you.
فامي كفايه انت ما بتعرفش تلعبها. خليك في كورتك انت، خليك في كورتك. انت شايفها اصلا؟ مش باينه الكوره، مش واضحه خالص. بقول لك ايه؟ طب ما تيجي مكاني، يمكن المكان ده غلط. العب يا بابي العب. ماشي. ايوه اكيد هقابلك هناك، احنا ما بقيناش نتقابل الا في المناسبات دي. خلاص اوكي. تشاو. هو احنا مش ميعاد نومنا جه؟ بليز يا مامي عايزه انام مع بابي شويه. مش هينفع كده. هو ايه اللي مش هينفع كده؟ انك تفضل معطل الولد من اول ما تدخل البيت، وانت عارف ان عنده تريننج بكره الصبح. طب ده تريننج بكره الصبح، احنا النهارده بالليل، وبعدين انا ملحق اقعد مع ابني شويه، انا ما بشوفوش. يلا يا مارو اتس بيد تايم. شويه مارو نسمع كلام مامي. يلا تشرب معايا درينك. درينك؟ طب ما انا عندي فكره تانيه احلى، بدل ما نشرب درينك هتيجي ناكل حاجه او حاجتين، مش دي فكره احلى؟ للاسف يا حبيبي عندي شغل باي روحي. وانت فاكر كده بقى يا حبيبي انك لما هتيجي تقعد تتحايل عليا ده هيخليني ارجع في موقفي. وانا برضه هتنازل على القضيه، وفي الاخر برضه انت مش هتستفيد حاجه. هتنازل عن ايه يا حبيبي؟ متاخر قوي. وبعدين هز طولك يا حبيبي وقوم اقف وانت بتكلمني. اوه اسمع يا بابا، اللي انا عملته معاك ده مجرد قرصة ودن، قلت اسيبك كده يومين ثلاثة تفكر، يمكن العقل يرجع لك في دماغك تاني وتعرف حجم الغلط اللي انت عملته، ساعتها بس كان ممكن افكر ان انا راجع موقفي. هو ايه الغلط اللي انا عملته؟ غلط ايه؟ اولا حضرتك افتكرت ان انت اتخرجت لمجرد انك نجحت، مع ان النتيجه لسه تحت ايدي، وبعد كده رايح تحط ايدك في ايد محمود عشان تتحداني بيه، وغلطت لما فكرت تروح المحاكم. انا ما رحتش محاكم يا دكتور، انا ما رحتش محاكم، انا مش عايز حاجه غير حقي وبس. انت مالكش اي حق اصلا، انت اساسا ما دخلتش كليه هندسه، انت مجرد عملت محاوله وفشلت، والفشله من امثالك بينتهوا عندي هنا. انا مش فاهم انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انت ما فيش مره طلبت مني حاجه غير لما بعملها لك على طول. ده انا بكلمك مستقبلي، عارف يعني ايه مستقبلي؟ مستقبل ايه يالا؟ المثل بيقول لك لما الريح تكون اعلى منك لازم تتطيلها. وحسن رصيدي ما بيتطيش لحد. لا هتطاطي، وهيحصل لك اكتر من كده لو ما غرتش من قدامي دلوقتي. اقول اروح فين انا؟ اقول اروح فين؟ بتكلم مين؟ ما بكلمش حد، انت بره. يلا يا جماعه كلنا نقول لمدام ايفين كل سنه وهي طيبه. سنه حلوه يا جميل. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا إيفين، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا إيفين، سنة حلوة يا جميل. كنت خايفة لما نجيش. مجيش يا حبيبتي. ازيك يا علي؟ اهلا يا فاتن، ازيك؟ الحمد لله تمام. مندي مندي مش عارفه. كنت عارفه انا عليك هنا، تحبي تقعد مع مدام ايفين؟ طبعا. خير في حاجه؟ بصراحه كنت محروقه شويه عشان كده عديت عليك، وقلت مش هعرف اكلمك في التليفون. ايه؟ قولي. اصل عليا ولبنى كانوا بيتكلموا معايا امبارح، بيقولوا لي هو انتوا متخانقين؟ فقلت لهم لا. احنا قصدك انا وانتي؟ اصل هما بصراحه بيقعدوا يسالوا كده اسئله غريبه جدا، يعني كانوا بيقولوا لي هو انتي ودكتور علي في حاجه ما بينكم؟ وانا اصلا في تاتش بيني وبين لبنى من فتره، يعني هي بني ادمه سخيفه جدا وبتقعد تقول الكلام كده هايف وملوش اي لازمه. انا سخيفه؟ اصل احنا اخر اتنين ممكن الناس تتكلم عنهم، احنا ما بنقعدش اصلا.
اقعد. لا ما انا هروح عشان سايبه القسم لوحده. عن اذنك.